نشاهد ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، نعمة البصر، السمع، الكلام، التذوق، الشم، اللمس، المشي، نعم ربنا سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. هنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، ونحاول بقدر الإمكان أن احنا نحافظ على هذه النعم التي وهبها الله لنا. ما فيش شك ان العلم هيساعدنا على كده، لان العلم كل يوم تقدم وكل ساعة جديد، واللي كان مجهول امبارح بقى معروف النهاردة، واللي كان خيال امبارح بقى حقيقة النهاردة. النهاردة معانا الأستاذ الدكتور سعد أنس النجار، أستاذ الشبكية والجسم الزجاجي بجامعة إلينوي بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، واحنا انتهزنا فرصة وجوده في القاهرة لزيارة الأهل، وحنسأله عن الجديد في عالم الإبصار. دكتور سعد النجار، حضرتك بتعمل في جامعة إلينوي بشيكاغو بالولايات المتحدة، بقالك كم سنة هناك يا دكتور؟ تقريبا 11 سنة. سبت مصر من 11 سنة. خدت الدكتوراه هناك؟ انا خدت الامريكان بورد اوف اوبثالمولوجي، اللي هو البورد الامريكاني في التخصص ده، وهو اعلى درجه علميه في التخصص بتاع طب وجراحه العيون. طبعا الحصول عليه يتطلب ان الواحد يجثرو، يعني يمشي في فتره تدريب طويله، تقريبا حوالي 4 سنين في احدى الجامعات والمستشفيات المعترف بها في الولايات المتحدة الأمريكية. جميل. دكتور سعد نجار، في البداية كده عايزين حضرتك تقول لنا ازاي يعني نحافظ على عينينا، على النعمة اللي ربنا اداها لنا، وازاي كمان نحافظ على عينين أطفالنا؟ طبعا ده سؤال مهم جدا، لأنه في حاجات كتيرة احنا بنعملها في حياتنا اليومية قد في أوقات كثيرة تعدي بدون أي آثار جانبية، لكن ممكن في وقت يحصل اثار جانبي نندم عليه بعد كده. واحنا بصفاتنا بنشتغل في المستشفيات بنشوف كتير من المشاكل اللي بتحصل لناس ويتصوروا انها مش هتؤدي الى مشكله. على سبيل المثال، مثلا يكون واحد بيشتغل في بيته بيدق بمسمار، يتلاقي المسمار ده جزء من النطار خبط في العين، سبب طبعا مشاكل جامده. او بيستخدم ماده كيميائيه، على سبيل المثال بيوصل بطاريه عربيه، والحامض بتاع البطارية برضو يعمل تأثير ضار على العين. فاحنا بننصح الناس اللي بيشتغلوا في أي لحام أو استخدام شكوش لدق مسمار أو توصيل مادة بطارية عربية أو إضافة حامض للعربية، إنهم يستخدموا طبعا الحذر، مضاف إنهم يستخدموا نظارة واقية، يعني حتى النظارة العادية أفضل من مفيش. ويفضل ان النظاره تستخدم تكون مصنوعه من البلاستيك. حتى انا افضل ان الواحد لما يصنع اي نظاره طبيه عاديه يطلب من محل النظارات ان تكون النظاره مصنوعه من البلاستيك مش مصنوعه من الازاز. وده ليه فايده مزدوجه. اول حاجه ان البلاستيك خفيف، لكن الاهم من كده ان البلاستيك مقاوم للصدمات، وبالتالي هيحمي العين من اي جسم غريب ممكن يدخل جوه العين. الكلام ده ينطبق طبعا على الاطفال، لكن اهم من كده في حاجات تانية للاطفال يجب ان احنا نراعيها. طبعا تعرف حضرتك ان الاطفال يختلفوا عن الكبار، لان في مرحله النمو ما بتكونش العين نامت النمو كامل. فلو طفل عنده استجماتيزم مثلا عليه، او حاجه الى لبس نظاره عليه، ممكن قوي ان ده يسبب في المستقبل ان هو عينه ما تبقاش حاده الابصار لو ما لبسش النضاره مبكرا هو صغير. لكن لو واحد كبير في السن وما لبسش النضاره مش هيضعف نظره، هو مش هيشوف في الفتره اللي ما بيلبس فيها النضاره، لكن مش هيؤدي عدم لبس النضاره الى ضعف النظر. لكن الكلام ده يختلف عن الاطفال اللي قبل سن 9 سنين. لو الطفل قبل سن 9 سنين يحتاج لبس نضاره وما لبسش نظاره، ده ممكن يؤدي الى ضعف في الابصار ويستمر مع الطفل طول عمره. دكتور سعد النجار، كانوا زمان يقولوا مثلا ما نقعدش
قريب من التلفزيون، لازم يبقى في مسافة، ما نشوفش تلفزيون كتير، في إشعاعات، هل الكلام ده صح؟ هو في الحقيقة كمية الإشاعات اللي طالعة من التلفزيون كمية بسيطة جدا، فمفيش ضرر من إن الواحد يتفرج على التلفزيون أو يستخدم شاشة الكمبيوتر لمدة طويلة، لأن بصراحة كمية الإشعاع اللي طالعة منها كمية بسيطة جدا لا تؤثر على الإبصار. لكن الحاجة اللي أنا أنصح بيها واللي إحنا لازم نبقى عارفينها إن أشعة الشمس مضرة، أي مش بس مضرة على العين على فكرة، أنا بقول بالمناسبة إنها مضرة على الجلد. كان زمان ينصحوا إن الناس تقعد وتاخد حمامات شمس، ولكن وجدوا إن ده بيأثر على الجلد، وإحنا عرفنا كمان إنها بتأثر على العين طبعا أي تأثير مضر، ممكن تسبب أشعة الشمس زيادة في الإصابة بالمياه البيضاء، كذلك تؤدي إلى اللي بنسميه age related macular degeneration اللي هو ضمور دمور الشبكية أو ضمور مركز الإبصار بسبب التقدم في السن. يعني أي بنلاحظ هذا المرض في الناس اللي هم أكتر من سن 55 سنة، وبنقول إن التعرض للشمس ممكن يكون عامل مساعد. كذلك أخذ الفرصة دي وأقول إن التدخين تخين أي ممكن يكون عامل مساعد يعمل برضه. إيه بقى التدخين ده؟ والله التدخين ليه آثار جانبية كتيرة على العين، أيوة العين من آثاره الجانبية على العين إن الناس المدخنين عندهم نسبة أكتر لحدوث المية البيضاء عن غير المدخنين، وبنسبة واضحة، والكلام ده مثبت في أبحاث في إحصاءات وفي إحصائيات إثبات تام. بس مش التدخين ليه آثار على زيادة نسبة المية البيضاء، لكن بنجد إن المدخنين عندهم نسبة أعلى من الإصابة بضمور مركز الإبصار للشبكية. فلذلك بننصح الناس إنهم يمتنعوا عن التدخين. لو واحد امتنع عن التدخين النهاردة، بعد مرور عدد من الأعوام ممكن قوي إن هو يرجع تاني يكون نسبة حدوث المشاكل دي بالنسبة له زي الإنسان الطبيعي. فبنقول للناس يبدأوا من دلوقتي يمتنعوا عن التدخين بحيث إنهم يبقوا عندهم النسبة الطبيعية. جميل. دكتور سعد النجار، هنتكلم عن مرض السكر وأثره على العين، بيعمل إيه في العين؟ هو صراحة مرض السكر ليه تأثيرات كتيرة ضارة على العين، أهمها هو الإصابة بالتهاب الشبكية السكري. أي ده الحاجة اللي أهم التأثيرات بتاعت مرض السكر. لكن مش بس كده مرض السكر لهذا التأثير، لكن الناس اللي عندهم سكر بنجد إنهم عندهم نسبة أعلى للإصابة بالمياه البيضاء ونسبة أعلى للإصابة بالمياه الزرقاء أو ارتفاع ضغط العين فوق المعدل الطبيعي اللي يؤثر على العصب البصري. لكن الحاجة الأساسية واللي بنشوفها بكثرة هي التلف الأوعية الدموية بتاعت الشبكية اللي بيؤدي في النهاية إلى فقد الإبصار، إما نتيجة الرشحات الناتجة من تلف الأوعية الدموية أو نتيجة بعض الأنزفة اللي بتحدث من الأوعية الدموية التالفة. يعني كل مريض بالسكر حتى لو حافظ على معدل السكر في دمه مثلا يا دكتور لا صراحة ممكن يصاب؟ ده سؤال ممتاز، لأنه الحاجة كويسة اللي احنا اتعلمناها من الأبحاث الجديدة واللي هي اللي اتنشرت من قيمة سنة ونص، إن في بحث كبير اتعمل يقارن مرض السكر أو الإصابة بمرض السكر في العين بين مجموعة من المرضى اللي حافظوا على مستوى السكر في المعدل الطبيعي ومجموعة أخرى من المرضى اللي تركوا المعدل السكر يبقى مرتفع. فوجدنا إن مجموعة المرضى اللي حافظوا على مستوى السكر في المعدل الطبيعي نسبة الإصابة أو تأثير السكر على الشبكية بتاعتهم أقل بكثير جداً من المرضى ما اللي حفظوش. ما حفظوش. وبالتالي كان التوصيات بتاعت البحث ده ان احنا بنقول للمرضى لو حافظتوا على معدل السكر بتاعكم الى مستوى طبيعي هيبقى مش نسبة الإصابة بتاعتكم اقل بكثير. كثير. طب وهي المعدل الطبيعي كمان دكتور؟ المعدل الطبيعي اللي احنا بننصح بيه هو 120 صايم ايوه و180 بعد الاكل. طيب هل هناك أعراض بتظهر على مريض السكر؟ في بادئ الأمر مفيش أعراض،
يعني لو المريض انتظر لغاية ما تحصل أعراض هيكون في اوريدي في تقدم في الحالة. ففي بداية الأمر ما فيش أعراض، لكن بعد فترة في طبعا أعراض، إما انخفاض قوة الإبصار أو في بعض الأحيان انخفاض مفاجئ في قوة الإبصار نتيجة بعض الأنزفة اللي موجودة من الأوعية الدموية التالفة. طب هل مريض السكر ممكن يجيله انفصال شبكي نتيجة للسكر؟ ده صح، إن السكر كمان ممكن يعمل تليفات في الشبكية، والتليفات دي بتشد على الشبكية وتؤدي إلى انفصال شبكي. الانفصال الشبكي ده يختلف عن انفصال الشبكي اللي احنا عارفينه اللي هو بيحدث فجأة. الانفصال الشبكي الناتج عن السكر بيحصل بالتدريج، لأن انفصال شبكي شدي ناتج عن التليفات الموجودة في الشبكية، وممكن علاجه طبعا نفضل ان احنا ما نوصلش للمرحلة دي، لانه لو وصلنا للمرحلة دي نسبة النجاح او نسبة عودة النظر الإبصار. تاني الابصار الى طبيعته هتكون اقل من لو ان احنا عالجنا المريض قبل ما يوصل للحالة دي. فلذلك احنا بننصح المرضى اللي عندهم سكر انهم يتم فحصهم فحص دوري، بحيث ان يمكن اكتشاف التلف في الاوعية الدموية او التليفات الموجودة في الشبكية مبكرا ويتم علاجها مبكرا. جميل. طب نفرض لا قدر الله حصل للمريض انفصال شبكي مثلا، ايه الجديد بقى في الجراحة؟ والله هو طبعا مما لا شك فيه في حاجات كتير، من اهم التطورات اللي حصلت هو الأجهزة والأدوات الجراحية اللي بتستخدم، بيحصل فيها تطورات كل يوم عن اليوم اللي قبله، بحيث ان اصبحت الجراحة اكثر دقة والنتائج افضل كتير من ما كانت عليه من 5 سنين او 10 سنين. وكل ما كان الجراح بيستخدم ادوات واجهزة متطورة اكتر، كل ما كانت النتيجة مما لا شك فيه افضل، لان الاعتماد على العامل البشري في حد ذاته طبعا مهم جدا، ان يكون عندنا جراحين وأطباء متدربين وعندهم علم عالي، لكن لابد كمان تتوفر لهم أجهزة. الأجهزة والأدوات اللي يقدروا يحققوا بها الهدف ده. فعلى هذا الأساس أكتر حاجة حصلت طفرة جامدة في علم جراحة العيون ناتج عن اختراع آلات حديثة جدا دقيقة جدا، بحيث ان احنا نقدر نجري عمليات جراحية داخل العين بصغرها، ندخل نور ومقصات وكل حاجة داخل العين ونجري عمليات جراحية داخل العين. ودي طبعا ما كانتش متوفرة مثلا من 20 سنة قبل كده. دكتور سعد النجار، بنسمع عن الليزر وان كل حاجة الناس تقول هنعمل ليزر ليزر، هل الليزر ده ملوش اضرار؟ هو طبعا قبل ما اتكلم عن اضرار الليزر احب اتكلم عن فوائد الليزر، لان مما لا شك فيه ان الليزر كجهاز او كحاجه احنا دلوقتي عندنا امكانيات استخدامها في امراض كتير، من ضمنها مرض الامراض الشبكيه الشبكي، ايوه، او تاثير السكر على الشبكيه. طبعا الليزر بيدينا فوائد كتير، بس المهم الفوائد دي في ان احنا نعالج اماكن الرشحات، فنوقف الرشحات في الشبكيه، او نعالج الاوعيه الدمويه الغير الطبيعيه اللي بتنمو في الشبكيه اللي ممكن تعمل انزفه. لكن لابد استخدام الليزر يكون له توقيت معين، يعني بمعنى ان احنا وفي اعراض معينه بنبص نشوفها في العين نعرف ان يجب استخدام الليزر، لكن لو استخدمنا الليزر قبل ظهور هذه الأعراض يبقى احنا بنخلي المريض ياخد الآثار الجانبية بالليزر من دون ما ياخد الفوائد. احنا بننصح ان الناس لابد اللي بيستخدموا او اللي يتم استخدام الليزر بطبيب مدرب بالتدريب الكافي على استخدام الليزر، ويتم علاج الأوعية الدموية والرشحات بواسطة الليزر. طب لو أسيء استخدام الليزر ممكن طبعا يكون له أعراض جانبية ومشاكل. طب دكتور هنتكلم عن المية البيضاء، هل هناك جديد في هذه العملية؟ طبعا المية البيضاء من الحاجات اللي هي حصل فيها تطور كبير جدا في السنوات الأخيرة.
لانه كان زمان بنعرف ان المريض اللي عنده ميه بيضه بيدخل مستشفى، يقعد في المستشفى ممكن يومين ثلاثه عشان يعمل عمليه الميه بيضه، وبيطلب منه ان هو يستريح مده طويله، وبعد كده ساعات كان يتعمل عمليه الميه البيضاء تحت مخدر كلي. اختلف الكلام ده، دلوقتي ممكن اجراء عمليه الميه البيضاء تحت مخدر موضعي، وممكن ان المريض واغلب الاحيان يروح في نفس اليوم بعد ساعات قليله من اجراء عمليه الميه البيضاء، لان بيتم استخدام الموجات فوق الصوتيه لتفتيت العدسه اللي فيها المياه معتمة والمعتمة، ونسحبها عن طريق إبرة صغيرة جدا، بحيث إن الفتحة اللي بتدخل منها الإبرة دي فتحة صغيرة، في أغلب الأحيان بتبقى صغيرة إلى درجة إن إحنا ما نستدعيش إن إحنا نحط غرز جراحية، ولو حطينا غرز جراحية بنكتفي بغرزة واحدة لأن الفتحة أساسا صغيرة جدا. صغيرة زمان كانوا يحطوا عدد غرز جراحية كتيرة لأن كانت بتبقى الفتحة اللي كبير. بيخرجوا منها المياه البيضاء كبيرة. أي. حصل تطور كمان في العدسات اللي بنزرعها داخل العين، كان زمان العدسة كبيرة وصلبة فكنا لازم ندخلها من فتحة نسبيا كبيرة، كبير. دلوقتي أصبحنا بنستخدم عدسات لينة بحيث إن إحنا ممكن نخلي العدسة دي تبقى فولدد أو نتنيها وندخلها مبرومة من يعني. مبرومة أي. وندخلها من الفتحة صغيرة الصغيرة جدا اللي يعني. احنا دخلنا منها الإبرة اللي سحبنا منها الماء البيضاء، طب وتتفرد ازاي يا دكتور؟ ونفردها جوه بقى، ندخل بعد ما ندخلها جوه العين ندخل أي. بقلب صغيرة جدا ونفردها ونحطها في مكانها، والمريض يقدر يمارس حياته الطبيعية في عادي. نفس اليوم، ويرجع يمارس حياته الطبيعية، ممكن يرجع للشغل بعد يوم. فده طبعا يعتبر تطور جامد في في جراحة المياه المياه البيض، البيضاء. وكنا نسمع يقولوا لما العين تستوي، مش كنا نسمع طيب الحاجات احنا دي؟ كنا بنقول زمان تستوي دي يعني ايه؟ التستوي يعني المريض ما يقدرش يشوف كويس لان اصبحت العتامة في المياه البيضاء متقدمة جدا، اي لكن دلوقتي احنا لا ننتظر لما تستوي. اما تستوي. ليه بقى ما بننتظرش؟ لانه اصبحت النتائج ممتازة جدا عن النتائج بتاعت زمان، فلان النتائج ممتازه انا ممكن اخد واحد نظره مش ضعيف قوي وبرضه يحصل له تحسن، لكن لو كنا زمان لانه النتائج ما كانتش بنفس درجه الامتياز فكنا بننتظر لغايه ما المريض يحصل تدهور بحيث يحس بالفرق بعد اجراء الفرق. العمليه. ايوه. كنا بنسمع زمان يا دكتور، من زمان يعني، من حوالي 10 سنين مثلا، عن عملية اسمها تشريط القرنية، والواحد لو بصره ضعيف بيستغنى عن النظارة وبيشوف 6/6. كانوا بيقولوا دي بتعمل في روسيا زمان وليها آثار جانبية. هل حصل طفرة جديدة في هذه العملية؟ هو طبعا انا هتكلم باختصار في الموضوع ده لانه انا تخصصي اكتر زي ما حضرتك عارفه شبكي. جراحه شبكيه وجسم زجاجي، اي فده جزء شويه بعيد عن التخصص بتاعي، لكن مما لا شك فيه حصل تطور كبير جدا في الجراحه دي، اي وهو ادخال اللي بنسميه الاكزمر ليزر، استخدام الليزر، ودي حاجه تانية من استخدامات الليزر لعلاج قصر النظر، وده افضل بكثير من عمليه التشريط اللي تشريط. حضرتك كنت بتقولي منتشره فعلا وابتدت اساسا في روسيا. ايه سبب ان الليزر افضل كتير من عمليه التشريط؟ ان الليزر اكثر دقه، ان الليزر ما بيأثرش او ما بيضعفش جدار العين. العمليه القديمه كانت لان بيتم فيها تشريط كان بتؤدي الى ضعف جدار العين، وبالتالي كان ممكن يحصل بعض المضاعفات من العمليه دي، فعمليه الليزر ممكن قوي النتائج بتاعتها اكثر دقه، نسبه النجاح بتاعتها اعلى، والمضاعفات بتاعتها اقل كتير. لكن مما لا شك فيه أي. ان لابد اختيار المريض اللي تناسبه العمليه، ونمره اتنين لابد ان اختيار الطبيب اللي مدرب التدريب الكافي كافي على عشان على جهاز، لان عشان ما يحصلش مضاعفات. يعني ممكن الواحد حتى لو نظره ماينس مثلا لغاية ماينس كم يقدر يعمل العملية دي؟ والله هو دلوقتي مع ادخال بعض الاجهزه الحديثه اللي بنسميها مايكرو كراتون
أصبح من الممكن إجراء عملية تصحيح قصر النظر لماينس 20 حتى. كنا زمان أو مش من زمان أوي، لكن كنا بنقول إن إحنا عاملين حدود لغاية مثلا ناقص 5 أو بحسب ما الجهاز كان يسمح يقول لنا بالظبط. دلوقتي مع التطور أدخل طريقة جديدة بحيث إن إحنا ممكن الجراح المتخصص في المجال ده يعمل تصليح لقصر النظر أكتر من ناقص 5 بكتير، توصل إلى ناقص 20. واللي أنا بقوله ليه الجراح المتخصص؟ لأن أنا بقول إن أصبح العلم زي ما حضرتك عارفة أصبح متقدم جدا، وفي زيادة في العلم كل يوم، فأصبح في سب سبيشاليتيز، يعني مش دكتور تخصصات. عيون بس، لا ده في دكتور عيون متخصص في الشبكية والجسم شبكي. الزجاجي، في دكتور عيون متخصص في جراحة القرنية، اللي هي التشريط التشريط القرنية دي. القرنية. فاللي انا عاوز اقوله انا ما بعملش هذه العملية لان ده خارج تخصصي. تخصصي. في بعض المرضى كتير يستغربوا يقولوا ازاي انت دكتور عيون؟ اه بس دكتور عيون متخصص في الشبكية وجسم الزجاجي، في دكتور متخصص فقط في الاجراء مثل هذه العمليات، وده اللي فضل طبعا ان هو يجري عملية زي دي. دكتور سعد النجار، حضرتك زاولت المهنة في الولايات المتحدة، علاقة الطبيب بالمريض هناك شكلها ايه؟ ده طبعا نقطة. أنا أول ما رحت هناك كنت استغربت إن بيدخلوا في تفاصيل دقيقة جدا لشرح العملية أو لشرح المرض للمريض، وإيه المضاعفات، وليه بيتعالج بهذا الأسلوب، وإيه البدائل عن العلاج ده، بحيث إن المريض يخرج فاهم تفاصيل مرضه. ولو الدكتور ما قامش بهذا الواجب المريض ما بيكونش مستريح له. في كثير من الأحيان في ولايات كتيرة القانون بيفرض إن الدكتور يشرح للمريض هو عنده بالتفاصيل. وقت دكتور يشرح والله لكل مريض؟ في طرق مختلفة، يعني حتى لو الدكتور ما عندوش في ممكن نشرات زي مثلا أنا حوري حضرتك دلوقتي دي نشرة أنا عملتها هنا لبعض مرضى اي السكر في مصر. اي النشرة دي بنكتب فيها معلومات عن مرض السكر في صورة أسئلة وإجابات، اي بحيث إن المريض اللي عنده سكر ياخذ يجي لي ممكن أقول له اتفضل اقرأ النشرة دي، فبحيث إن المريض يعرف المعلومات أو صح. الأسئلة اللي في دماغه. بعد كده بتفق مع المريض دقيقة أو دقيقتين بقول له هل عندك أسئلة كتيرة ما تمش الإجابة عليها قبل ما بعمل عملية جراحية. بدل ما أقعد أنشرح المريض ممكن في بعض الفيديو تيبس بدي المريض جهاز جميل. فيديو اي وخليه يدخل اوضه يتفرج على شريط عمليته. عن العمليه اي وايه اللي يتوقعه قبل واثناء وبعد العمليه، وبعد ما يتفرج على الشريط ده اللي هو بياخد 15 دقيقه اساله لو كان عنده اي اسئله فيقدر يجاوبني على الاسئله. وتهالي انه طب لو محتاج لعملية حضرتك بتقول له مثلا الأمر ليك يعني، ولا بتقول له لا أنت لازم ضروري تعمل لا، عملية؟ مما لا شك فيه انه الدكتور او الطبيب مش اصول يفرض حاجه على المريض، هو وظيفه الطبيب انه يمد المريض بالمعلومات الكافيه عن لو عمل العمليه ايه النتائج المحتمله؟ ايه المزايا وايه العيوب؟ ولو ما عملش العمليه ايه المزايا وايه العيوب؟ بعد ما يتم هذا المريض يحدد لنفسه، ولو ساعات المريض يسأل أسئلة يقول مثلا طب لو عملت العملية دي ايه اللي هيحصل؟ لازم الواحد يديله كل الاحتمالات النجاح والاحتمالات المشاكل. ايوه يعني ما تقولوش بكره الساعه 9 لا تيجي ما لي لا بتعمل لابد ان الواحد عمليه. يدي للمريض حرية اختيار اذا قراره. هيعمل عملية بالظبط قرار. ايوه في امريكا يا دكتور، ايه اللي يضمن ان الدكتور يكون على مستوى عالي من الكفاءه؟ وطبعا حضرتك لما بيتم بعد ما الطبيب بيتم تدريبه بياخد الرخصة لمزاولة المهنة. الرخصة دي محددة بوقت، في بعض الولايات 2 سنين، في بعض الولايات 3 سنين، ويتم تجديدها دوريا كل 2 سنين أو كل 3 سنين حسب الولاية. بعد الـ2 أو 3 سنين في أغلب الولايات لابد أن الطبيب يقدم
اثباتات ان هو عمل اللي بيسموه continuing medical education، يعني التعليم الطبي المستمر، بمعنى ان هو حضر محاضرات، حضر مؤتمرات. في اغلب الولايات بتتطلب 50 ساعه في السنه، ان هو حضر ما كنت 50 ساعه. ارى كتب معترف بيها للتعليم الطبي المستمر ما كنت، كتابي كتب على ان ده مثلا يساوي 5 ساعات، ويقدم ما يثبت ان هو تم عليه التدريب. بدون ما يقدم الكلام ده لا يتم تجديد الرخصه الطبيه دي، مزاوله المال بالظبط. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان حضرتك اي طبيب بيمارس الطب هناك في تامين صحي، في تامين لممارسه الطب، بمعنى انه لو طبيب اخطا فشركه التأمين يرفع قضية بقى المريض عليه. يرفع قضية عليه، وشركة التأمين تدفع مبالغ كبيرة. شركة التأمين بتراجع من سجلات الدكتور ده، وما ترضاش تأمن للأطباء غير ما يقدموا إثباتات إنهم عندهم تعليم الطبي المستمر. فأنا في تصوري إن التعليم الطبي المستمر، لأن الطب بيتطور تطور سريع بسرعة، هو ده الحاجة الوحيدة اللي تضمن إن الدكتور يكون على مستوى عالي. أنا في الفترة البسيطة اللي أنا جيتها في مصر ابتديت إحدى الدوريات اللي بتوزع مجانا على دكاترة العيون في مصر والبلاد العربية، وبتصدر إن شاء الله كل 3 شهور. تم إصدار عددين منها، ودي بيحتوي على كل الجديد في علم الأوبثالمولوجي أو علم الشبكية بقى اللي حضرتك متخصص فيها. والله أنا مركز في الشبكية، لأن أنا مركز في الشبكية، لكن بتتناول موضوعات كتيرة في طب وجراحة العيون. يعني حضرتك أنت وغيرك ولا حضرتك طبعا بس؟ طبعا أنا داعي كثير من الزملاء الأطباء في الجامعات المصرية، وبعض الزملاء في جامعة إلينوي بشيكاغو وفي جامعات أخرى إنهم يكتبوا فيها. ففي مجموعة لا بأس بها، العدد ده في حوالي 6 دكاترة غيري تخصصات مختلفة، في تخصصات مختلفة، نحس انه بالطريقة دي نحس ان احنا شاركنا في التعليم الطبي المستمر. عزيزي المشاهد، مفيش شك ان أغلبية المصريين او أغلبيتنا جميعا بنعاني من زيادة في الوزن، ومشكلتنا أو مشكلة المشكلات بالنسبة لينا إزاي ننقص من هذا الوزن، مش لمجرد الرشاقة فقط أو الجمال فقط، ولكن للناحية الصحية. زي ما كلنا عارفين إن المصاب بسمنة بيتعرض أكتر للإصابة بمرض السكر، ضغط الدم، بتصلب الشرايين، بأمراض القلب، بألم في الظهر، في الركب، في العمود الفقري إلى آخره. فمهم جدا ان احنا يبقى وزننا مظبوط. طبعا احنا في السنوات الاخيرة فعلا هذا الوعي زاد، في انظمة كتيرة للرجيم، وطبعا يمكن كلنا عارفينها. في نظام اسمه النظام الكيميائي، الكيميائي ده الدكتور يقول يوم تاكل فاكهة ويوم تاكل خضار ويوم تاكل لحمة ومفتوح، فاللي بيحصل ان احنا بناكل صباطة فاكهة وبناكل مزرعة فراخ وبناكل فدان سلطة، والمعدة بتوسع وبتكبر ما بتقولش لا ابدا، وبقى من الصعب ان احنا نرجع تاني بمعدة صغيرة. في نظام تاني واسمه اليوم الاخضر واليوم الاحمر، ودي مش نكتة، ده حقيقي. يعني اليوم الاخضر اللي هو يوم الخضروات، واليوم الاحمر اللي هو يوم البروتين، وده برضو ليه مدار. في نظام اخر هو نظام ان احنا ما نخلطش النشويات على البروتينات، وبرضو ده ما بيجيبش نتيجة. في نظام اللي هو نظام السعرات. نظام السعرات ده بنمسك الكتاب، والكتاب فيه كل حاجة بتاخد كذا سعر. مثلا نفرض ان احنا عندنا عشان ننقص وزننا مثلا علينا ان ناخد 750 سعر، فبنمسك الكتاب نقول مثلا الرغيف السن 45 سعر،
قدامه الرغيف الأبيض سعرات كتيرة جدا، التفاحة مثلا ب105 سعر، البرتقانية ب75 سعر، فنقول بدل ما ناخد تفاحة ناخد برتقانية، الخيارة ب17 سعر، الطماطمية ب25 سعر، نقول بلاش الطماطم خلينا في الخيار، نفضل كده كده لغاية ما نكيف روحنا على 750 سعر. والحقيقة دي طريقة مفيدة جدا. هتقولوا لي طيب ما احنا عارفين الحكاية دي، هقول لكم متهيألي احنا بنتناسى عدد السعرات. يعني مثلا هديكوا مثل، تصوروا ان حتة الكنافة اللي قد كده بالمكسرات دي فيها 500 سعر، واحنا لينا مثلا 750 سعر في اليوم. اكيد لو كنا عرفنا الحكايه دي كنا فكرنا 1000 مره قبل ما ناكل حته الكنافه بالمكسرات. المهم ان هتقولوا طب هنقعد ماسكين ورقه وقلم، هقول لكم اه، لان الصحه دي اغلى شيء في الدنيا، وان المهم جدا الاراده القويه. كل قليلا واضحك كثيرا.